يقيم معتز في بريطانيا منذ طفولته بشكل قانوني، لكنه يعرف كثيرين جاءوا إلى البلاد بطريق غير قانونية، وقد قبل أن يروي لنا قصصهم بعد أن رفضوا هم الحديث أمام الكاميرا. صحيح أنا عندي 2 أصحابي خايفين يعني من ناحية أنه يروحوا على رواندا، لأنه قصة رواندا هذه قلقاهم كتير، لأنه يعني لهم 2 سنين تمام ما أخذوا لا إقامة ولا إشي ولا 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 حتى بيقدروا يسافروا، لا بيقدروا يشتغلوا، فلوس ما في عندهم فلوس. وقد أخبرنا بعض ممن خاضوا ما بات يعرف برحلة الموت عبر القنال الإنجليزي من أوروبا إلى بريطانيا أنهم دفعوا للمهربين نحو 2000 دولار مقابل تهريبهم، ورغم أن الرحلة كانت محفوفة بالمخاطر فقد كانوا مستعدين لخوضها، وكذلك يفعل كثيرون. يعني ما لهمش يعني إلا طريق واحدة، وأنا لا أنصح فيها طبعا لأنها خطيرة، هي الطريقة الوحدة اللي حيروحوها هي طريق البحر، فإشي كتير خطير بعرف، بس الناس قاعد بتقول لك يعني إنه يا نموت في بلدنا يا نموت في البحر، فيش إلا غير فرصة واحدة هي نطلع عن طريق البحر. في الوقت نفسه يعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه بتمرير القانون قد حقق جانبا من تعهداته عندما صعد إلى منصب رئيس الوزراء، خاصة وأن القانون قد بدأ بالفعل يؤتي ثماره ويجعل لاجئين يحجمون عن القدوم إلى بريطانيا. القانون له تأثير في ردع اللاجئين، لأن الناس باتوا قلقين حيال المجيء إلى هنا، وهذا يثبت ما أقوله هو أن الناس باتوا يعلمون أن من يأتي إلى هنا بشكل غير قانوني لن يستطيع البقاء. ويقول سوناك إن الطائرات المتجهة إلى رواندا ستبدأ رحلاتها في أقرب وقت ممكن لترحيل طالبي اللجوء إلى هناك، وهو ما يعتبره انتصارا حقيقيا يعزز فرصه في الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.